جهزتي الفطار؟ اه لسه بحضره اهو. روحي اقعدي على السفرة وانا هجيلك دلوقتي من الفطار. ماشي، بس ما تعمليش لبن. ليه؟ ده اللبن مفيد جدا وبيقوي العظام. عشان ما بحبهوش. طب روحي اقعدي يلا. ماشي. تشيلسي يا تشيلسي، تعالي يلا عشان نفطر. نعم يا ماما، انا كده اهو. يلا بينا نسمي الله ويلا عشان نفطر. بسم الله. بسم الله. برد يا ماما، ما تشيلي لبن، انا قلت لك ما بحبهوش. انت ليه عملتهولي؟ يا تشيلسي يا تشيلسي يا حبيبتي، انا عملتهولك لان هو بيقوي العظام وبيخلي عظمك كويس وبتبقي كويسه وجسمك كويس. بس انا بقولك ما بحبهوش. انا زعلت منك على فكره يا تشيلسي. انا روح اروق الصاله عبال ما انت تكوني خلصتي الفطار. اعمل ايه اعمل ايه؟ انا عايزه اتخلص من اللبن ده ومش عايزه ماما تزعل مني. اعمل ايه اعمل ايه؟ جاتلي فكره. لما تيجي صاحبتي كيتي هقول لها ان هي تشرب اللبن ده عشان هي بتحبه، وكده اكون اتخلصت من اللبن بتاعي. انا عشان ماما تزعلش مني، ولو لقيت الكوبايه خلصانه هتفرح بيا قوي. مين بيرن يا تشيلسي؟ دي شكلها صاحبتك، ممكن تكون جت. يا كيتي يا كيتي تعالي. نعم انا جاية اهو. عايزة ايه؟ مش انتي بتحب اللبن يا كيتي؟ اه انا بحبه. خدي اشربي. انا بحبه قوي، انا بشربه كل يوم. ماشي تشيلسي يا تشيلسي تعالي. نعم يا ماما. ايه ده، برافو عليكي، انت شربتي اللبن بتاعك كله؟ انا مش انا اللي شربته، صاحبتي كيتي هي اللي شربته. اول ما جت هي اللي شربته. انا ما كنتش بحبه وما رضيتش ان انت تزعلي مني. بالعكس يا تشيلسي، انا زعلت كده منك اكتر لاني كنت هفرح قوي لو انت اللي كنت شربتي. انا اسفه يا ماما، بس انا ما بحبهوش. تعالي نلعب مع بعض بالكوره شويه. ماشي. اي يا رجلي. مالك يا تشيلسي، في ايه اللي حصل لك؟ رجلي بتوجعني. انا اروح اناديلك مامتك. في ايه اللي حصل يا بنات؟ وانا بلعب بالكورة رجلي اتكسرت. لا بعد الشر ممكن ما تكونش اتكسرت، تعالي نروح للدكتور بسرعة. ماشي. بقيتي كويسة يا حبيبتي؟ اه الحمد لله. شفتي يا تشيلسي الدكتور قال ايه؟ قال لازم تشربي كوباية لبن كل يوم، ومش لازم انتي بس، لازم كلنا واصحابنا الصغيرين نشرب كوباية لبن في اليوم، علشان اللبن فيه ايه؟ فيه كالسيوم، والكالسيوم ده بيقوي العظم والسنان والجسم كله. وفيه فوائد تانية في اللبن، عارفة ايه هي؟ انه لو شربتي لبن قبل ما تنامي بيخلي جسمي يسترخي كده وتعرفي تنامي، وكمان بيقوي المناعة اللي بتخلي جسمك يحارب اي فيروسات داخلة ليه، وفي حاجات تانية طبعا كتيرة. شفتي لما ما سمعتيش كلامي حصل لك ايه؟ انت عندك حق يا ماما، انا غلطانة ان انا ما سمعتش الكلام. معلش يا ماما، انا اسفه. خلاص يا حبيبتي انا مسامحاكي. بعد كده هسمع كلامك يا ماما واشرب اللبن كل يوم. ماما يا ماما اعملي كوبايه لبن لو سمحتي. حاضر يا حبيبتي.
هعملها لك دلوقتي وتشربيها كلها. ماشي. عشان كده لازم كل صحابي الصغيرين يبعدوني ان هم يشربوا كوباية اللبن. مين باقي اصحابي النهاردة شرب كوباية اللبن؟ اللي شرب كوباية اللبن يكتب لي في التعليقات. يا ريت يا اصحابي انكم تكونوا اتعلمتوا الدرس من تشيلسي وشربوا اللبن على طول، عشان اللبن بيقوي العظم وبيخليكوا كويسين وصحتكم كويسة. وما تنسوش يا اصحابي انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. ومع السلامة.